تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر لإحصائية أحد المواقع حول أجمل النساء العربيات، كانت النساء العراقيات في المركز الثامن، فيما تربعت تونس على القائمة والبحرين في آخرها. طبعاً لاقى هذا الموضوع الكثير من التعليقات والتغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً الموقع اللي نشر هذه الإحصائية هو اسمه The Top 10، وبصراحة لم يتسنى لنا معرفة معايير هذه الإحصائية وكيفية الاختيار لكون الخبر انتشر بكثرة بين الأوساط أو أوساط العراقيين، وبرنامجنا يسلط الضوء على المواضيع الأكثر انتشار في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد ما نتبنى أي موضوع، فقط ننقل ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.